أكيد لا صوت يعلو فوق صوت رمضان، طبعا شهر الكريم الجميل الكل بيستعد، كل مؤسسات الدولة وخصوصا المعنية بتوفير السلع الاستهلاكية، وبتستعد أكتر في شوادر ومجمعات استهلاكية، وطبعا زي ما احنا متابعين زي أسواق أهلا رمضان وغيره، وإحنا الحقيقة بنطلب منها أنها تستعد وتستعد وتاخد بالها كويس جدا. لكن كمان في أيضا استعداد مهم جدا أننا نوفر الدواجن واللحوم بأسعار تتناسب مع الجميع ومع الناس ومع الفئات المختلفة في مجتمعنا، وده اللي وزارة الزراعة بتستعد ليه من خلال معرض هيتم تقديم فيه تخفيضات تصل ل 50%. يعني أنا شخصيا بتمنى، ده من أهم الأخبار بالنسبة لي، لأني عارفة الأهمية الكبيرة بتاعتها بالنسبة للمواطنين. هتقول له إن أسعار الدواجن واللحوم والسلع الخاصة الأساسية بيه إنه سعرها هيبقى أقل و50%، أنا الناس كلها هتبقى مرتاحة ومبسوطة أكيد. خليني أخد مزيد من التفاصيل وأعرف هذه الأخبار إزاي. حتم المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة ومسؤول منافذ البيع التابعة للزراعة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ شبكي، مساء الفل على كل أعضاء فريق برنامج التاسعة مساء. طيب ماشي، أنا الحقيقة يعني وجود حضرتك معايا دلوقتي مهم جدا، أنا باسم المواطنين هسألك أسئلة تهم الناس، والسؤال الأول إزاي هتنزل أسعار الدواجن والسلع وهتبقى متاحة في هذه المعارض الموجودة تخفيضات تصل إلى نسبة 50%؟ حضرتك قول لنا التفاصيل. اسمحي لي الأول أستاذ شبكي، لو اسمحي لي قبل ما أتناول الإجابة على هذا التساؤل، إن أنا أرجع بالمواطن شوية ليه حوالي 3 شهور كده في شهر 12، عندما اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 5000 لسنه 2023، وهو المعني باعتبار 7 سلع من السلع الاستراتيجيه، وده بيؤكد على ان الدوله عازمه على منع الاحتكار، منع اخفاء السلع، ان الدوله تعيش هموم المواطن، ان الدوله تعيش الظروف التي يمر بها المواطن، ان الدوله مشغوله بشكل مباشر وشكل صريح وشكل حقيقي بما يحدث في المواطن المصري. تمام. دعيني أسمي قرارات الحماية الاجتماعية اللي أصدرها فخامة الرئيس منذ حوالي أسبوعين تقريبا، واللي هتخلي في الدولة المصرية ما يزيد عن 180 مليار جنيه. ده بيؤكد أن فخامة الرئيس أيضا هو الشغل الشاغل لفخامته هو المواطن المصري. كمان مجلس النواب غلط العقوبات في القانون رقم 181 لسنة 23، هو المعني بحماية المستهلك، غلط العقوبات التي تتداول احتكار وإخفاء السلع لصالح. تمام، يعني سيادة المستشار أنا طبعا مع حضرتك، كل ده الحقيقة احنا متابعينه وعارفين ان الدولة غلطت وفي تغليظ للاحتكار وفي قانون وفي كل ده. أنا سؤال واضح صريح، حضرتك دعيني أخش بقى على السلع، السلع أخبارها يعني، أنا عايزة إجابة السؤال وبعدين نتكلم في الباقي. يعني قول لي ايه الاخبار؟ مبادره من خير مزارعنا لاهالينا، دي المبادره اللي تبناها معالي الوزير السيد القصير منذ حوالي 3 سنوات. هذه المبادره تلبي رغبات المواطنين، هذه المبادره تساهم بشكل حقيقي في تخفيف العيب ورفع العيب عن كاهل المواطن المصري. احنا النهارده عندنا 274 منفذ ثابت على مستوى الجمهوريه. تمام. عندنا 33 منفذ متحرك بيجوب المحافظات، بيمتثلوا في الاسواق والاماكن ذات الكثافه السكانيه المرتفعه. عندنا ان شاء الله هنفتتح النسخه الخامسه من معرض مبادره خير مزارعنا لاهالينا، ويعتبر اكبر معرض على مستوى الجمهوريه اللي بيضم 70 عارض ومقام على مساحه حوالي 2000 متر. الاسعار فيه بتبدا التخفيضات من 20% وتصل في بعض السلع الى 50%. ايه هي السلع يا فندم؟ السلع ال 20% الى 50%، ما هي السلع اللي هيكون عليها 20 واللي هيكون عليها 50؟ تمام، عندنا يا فندم 200 سلعة داخل المنافذ الثابتة والمتحركة، وداخل أقام في أرض الزراعات المحمية أمام نادي الصيف ومنطقة الدقي، ده اللي هيخدم منطقة القاهرة والجيزة والأليوبية. تمام، والحمد لله المواطن المصري عنده ثقة كبيرة جدا في منتجات وزارة الزراعة. أنا عايز أقول لحضرتك ليه إحنا أسعارنا أقل من بره كتير، تصل إلى 50% زي ما قلت،
ده بيرجع استاذ شفتي لسبب مهم جدا، ان احنا ما عنديش حلقات تسويقيه، ما عنديش تجار، ما عنديش وسطاء. طبعا يعني من المزرعه الى المواطن. طيب سؤالي تاني معلش وارجو حضرتك تستحملنا فيه وتجاوبني اجابه مباشره، سعر الدواجن هينزل؟ سعر الدواجن نزل بالفعل يا فندم منذ حوالي 3 ايام. الدواجن بتباع بره ب 130 جنيه، انا عندي في المبادره بتباع ب 100 جنيه الدجاجه اللي هي المبرد اللي هو الطازج. يعني الكيلو أنا الكيلو كيلو. انا ما عنديش يا فندم، عشان المواطن واضح وصريح معايا في الكلام والامور واضحه تماما، انا ما عنديش مجمدات، ما عنديش لحوم مجمده، ما عنديش دواجن مجمده، انا عندي دواجن مبرده اللي هي ذبح اليوم او ذبح بالامس. تمام، فحضرتك بتقول ان هتصل سعر الدواجن الى 100 جنيه. 100 جنيه. طيب بالنسبه للزيت، السكر، الرز، المكرونه. انا عندي الليتر، الزيت انا عندي الليتر اللي بيباع بره تقريبا وصل لحوالي 90 جنيه، انا ببيعه ب 65 جنيه في المعارض، في المعرض الكبير ان شاء الله اللي هيقف زي ما قلت لك في ارض الزراعات المحميه في منطقه الدقي. تمام. عندي السكر ب 27 جنيه، عند الرز حبه عريضه او حبه صغيره. طب دي واحده عند السكر يا فندم، السكر 27 جنيه متوفر ولا طوابير حتى نهايه العمر؟ لا يا فندم متوفر، بس كل مواطن انا هديله كيسين، لكل مواطن ليه كيسين عشان نمنع التجار، عشان يفضل موجود دلوقتي. يفضل موجود، عشان يفضل موجود. تمام. انا بقول للناس تتعاون معانا عشان كل ياخد خدماته وكل ياخد السلع الغذائيه، مفيش تكلف على السلع، السلع كلها موجوده، ولكن لو طيب الرز يا فندم، الرز ب 30 جنيه يا فندم عندي، 30 من بره حوالي 11 جنيه، ورز عريض حبه عريضه بدون اي كسر ان شاء الله. المكرونه، المكرونه عندي بتباع بره بحوالي 60 جنيه، انا عندي 400 جرام تقريبا هيصل لحوالي 35 او 30 جنيه. 400 جرام ده يا فندم يعني اقل من نص كيلو. اقل من نص كيلو، ودي خد بالك ان المكرونه اللي عندي مكرونه درجه اولى ستار. طيب. وبالتنسيق مع بعض شركاء التنميه اللي هو الشركه من شركات القطاع الخاص دي معانا باستمرار، وطبعا مرتبطه معانا منذ 5 سنوات مع الزراعه. البيض يا فندم؟ البيض يا فندم طبعا بنبيعه بسعر البورصه واقل من بورصه 5 جنيه، البيض النهارده ب 170 جنيه، انا ببيع الكرتونه ب 145 جنيه. 145. طيب البطاطس يا فندم بره وصلت لحوالي 20 جنيه، انا ببيع الكيلو ب 6 جنيه في المعرض. طيب هل يعني هذه الاسعار دي واحده بس يا فندم، هذه الاسعار دي واحده بس يا فندم، هذه الاسعار هتكون متواجده في كل زي ما حضرتك قلت في كل المراكز الثابته وايضا المتحركه في المحافظات، وهتبقى موجوده من الغد، من يوم السبت ان شاء الله. من يوم السبت افتتاح المعرض يوم السبت، هتكون كل من يوم 2 مارس. من يوم 2 مارس. تمام. هتكون موجوده في كل المحافظات وهتكون موجوده طوال الشهر الكريم. طوال الشهر الكريم يا فندم. تمام. نتمنى الخير ونتمنى انها كمان يكون الاسعار تنزل. وحب اطمنك لحضرتك كمان عشان المواطن سمعنا ومتاكد ان الدنيا ماشيه في الاتجاه السليم، احنا عملنا من عبوات من كيلو وربع كيلو مثلا للجبن مثلا، على اساس ان احنا نتوائم ونتفق. ايوه الجبنه البيضاء مثلا، الجبنه البيضاء اسعارها ايه؟ الجبنه البيضاء عندي يا فندم جبنه فلاحي وجبنه ملح خفيف وجبنه رومي، احنا اقل من بره يا فندم زي ما قلت لك. كام يعني يا فندم؟ 30% يا فندم اقل من سعر بره. عندي الزبده الفلاحي، عندي انا عندي يا استاذ شفقي عشان ما يبقى واضحه 200 سلعه داخل المنافس والمعارض، اقل من بره اقل سلعه 20%، وبتصل في بعض السلع زي ما قلت لك. كان عندي مثلا برتقال اللي محتاجه في رمضان، المواطن محتاجه في رمضان، عندي شبكه 2 كيلو برتقال عصير يتباع بره ب 30 جنيه، انا عندي الشبكه 2 كيلو ب 15 طيب جنيه. طيب اسمح لي سياده المستشار، اللحوم يا فندم برضك عشان اللحمه اخبارها ايه قبل بس الوقت؟ ما انا لسه هقول لك اللحوم كام كيلو؟ عندي اللحوم البلدي المربعه في مزارع انتاج الحيوان في وزاره الزراعه ب 600 جنيه الكيلو لحم بلدي. عندي الاسماك البلطي درجه اولى المربى في مزارع الثروه السمكيه الخاصه به جهاز حمايه البحيرات، انا ببيعه ب 70 جنيه البلطي، البلطي مره وصل 30 جنيه، انا ببيع البلطي درجه اولى ب 70 جنيه، وفريش
وجاي من المزارع. طيب يعني ختاما سيادة المستشار، انا شخصيا هعدي عليك، انا جنب منطقة الدقي دي، فانا هعدي كده زي المواطنين نشتري حاجة رمضان، والمخرج جاي معايا والفريق، ونشوف الحاجات دي ونتمنى كل الاسعار. بس اقول لحضرتك حاجة، لو انا يعني نتمنى انها تنزل عن كده كمان، نتمنى انه خصوصا اللحمة والسمك والدواجن، نتمنى ان شاء الله، وانا متأكدة انه هيحصل انخفاض اكثر باذن الله، نتمنى ده. بشكرك شكرا جزيلا المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة ومسؤول منافذ البيع التابعة.